شو النابلسية هي يا لطيف؟ شي بيرفع الراس، هي كلهم جوز اختك. قول عمتي ولا؟ عمتي ولا؟ ايوه. لك مو حرام عليكم؟ جاب النابلسية وما دقر. شوفكم، شو صار لكم؟ من الظهر لهلا وانتم مالكم على بعض. اول شيء ما بدكم ياني شوف جوز اختي، وتاني شيء لما اجا ما تركتوا له فرصه يحكي بالموضوع اللي جاي من شانه. نحن؟ ايه انتو؟ لك علمني بدك تضحكوا، ها؟ فهموني شو مخبين علي؟ لك احكوا صبحي احكي. نو كومنت، ما بعرف. ولا شرحوا. انا سالتني، قلت لك لساتني صغير، ما بعرف انا صغير. يعني ما بدكم تقولوا ما؟ لك انا ماني زعلان الا على المسكين هاد، لك جاب النابلسية لك وما دقى. الحمد لله يا اخي، مدلل خير الله. النابلسية نصيبه بابا، نصيبه بده يصيبه. قلت له تشرب شاي ولا تاكل نابلسية؟ قال لي بشرب شاي، نصيبه. في لك كلمه مو سمته بابا. وانت الفش ما بدك بلضم مثلهم؟ شو عدا ما بدل بلاقيك عم تجري صحنك؟ ايه عم بجي صحني، ليش مستغرب بابا؟ بعدين بدي اجي صحوكم كلياتكم. حرام عمتي، عم نهلكها هلا. يعني مو قايمه ببيتي؟ حرام. يلا خلصنا ربعيات صحنا. لك لا اخي لا، انا لسا بدي اكل. ليش مستعجل علي انت ليه؟ ها؟ ممكن بابا؟ ايه ممكن بابا. الحمد لله. خذ اجي الصحن. يلا خلصوا وكل واحد على غرفته، عالنوم. يلا. الحمد لله هي نفذت. هلا لازم نفكر شو بدنا نعمل بكره. اتكل على الله. يا لطيف، ايش وجل يا؟ الحمد لله خلصنا جري الكاسات. هلا صوت الكاسات هاد؟ ايه لا مو بس صوت الكاسات، نظفت المجلى ومسحت الارض ونظفت البوتوغاز. الله يعينك يا عمتي عن جد، الله يعينك. ايه فعلا. شي بيت الظهر. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. وانتو من اهله يا بابا. لك يرحم ترابك يا ام صبحي، شو كنتي شايله عني بتربيه هالولاد؟ الله يرحمك. تا 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 الحمام ولا راح تشرب مي؟ صراحة؟ ها؟ الأحسن لا هي ولا هي. ها. يلا على غرفتك. على غرفتك حبيبي، على غرفتك.
هلا ما نمت؟ لا انا بابا ولا انت، انا بس اللي عم طالع شوي. ايش قدك سريع بالفوته؟ عم طالع للتاب. شو انت بتقرا بالمقلوب؟ جغرافيا. جغرافيا. ايه حبيبي لا تطول بالسهره. ايه لا الله معك. مع السلامه. مع السلامه. دير بالك على حالك. مع السلامه. الو الو وينك؟ الو ربحي شو صار معك؟ لسه ما نام، هلا القطن ولا طالع. لك ايش وحد تخسر؟ قوم استفده مره ثانيه. هلا انطفى الضوء، خلينا نستنى شوي ليغفل. ربوح لا تأخر علي، الله وكيلك ضايج لحالي. وأنا مثلك، استنى شوي هلا بيجي لعندك. شو بروح؟ شو انت لسه ما نمت؟ أنا نام، ما بدنا نفكر شو بدنا نعمل. لا 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 أخي، هيك مو ظابطة منوب. طيب عندك شي حل تاني؟ إلا ما التقالوا شي حل، خلينا نبحبش شوي. المهم هلا، أبوكم بكرة ما لازم يروح على المحل. أوف يا أبوك، حياته ما غاب يوم واحد عن شغله. إلا إذا مريض. أكي اسلم لي قلبك يا فتو، حط لك بوسي. أخ راس أنت، شفتوا لا؟ الحجر اللي ما بيعجبك مو بس بيفجك، بيفتح لك راسك إن شاء الله. أخي لا تنبسط كتير، المهم كيف بده يمرض. لا ما إيه والله صحي، يعني مدامك فطحل وزكي لهالدرجة ودخلت صناعة، لا إيه لك شي حل؟ مو أحسن ما تكسر مهديفي أنا وأخوك؟ يا لطيف. لك شوف حرارة الحب اللي بدها تغلي. بس اوعك تقول لي ملح انجليزي وضرابة السخنة منوم، اذا ما عندك غير هذا الحكي انصطم، يعني انسد بمعنى اخر اخراس. اخي وهي خرسنا. لا لك وحدة تسهل امرك، العبط على ماك شو صار لك لكترين. يخرب بيتك ما تظبط وكي صوت أخرام. يخلى بفين أبوك بيكشف لنا كل شيء. اسمع بشيل إيدي عن تمك بشرط واحد، بتحكي على الهسي على هذا. لا ترجع. وقف شوي بتحكي بصوت واطي ولا بصوت واطي؟ يا شيخ احكي. أبوكم مو بينوهم بسرعة؟ وطي صوتك. إيه وخاصة بالمرض. وطي صوتك أخي، نحن منوهمه إنه هو مريض، منجيب له هالدكتور ومنخلي الدكتور يقعده بالبيت. وعلى زهورات يا بابا، وتقبشني يا بابا، وخذ لك الحبة يا بابا، وهالتحميلة يا بابا. وبعدين بيقعد بالبيت وهيك. ابو حمدي لا بيروح لعنده على شغل ولا بيحكي له قصه جوازه. شلون حلوه؟ يس يا ريت راح المدرسه. يس بعت لك الهنا لك يا فش. ما عجبك تفش الا هلا وتصرك مشان تفيق ابوك. لا ما ضربك، هات لك بوسي. راح شيل ايدي عن تمك، ما بتحكي ولا حرفه. فكره منيحه، بس يا الربحي شلون يعني بدنا نوهمه لابوك؟ مشكلة ولا لكم؟ ما في مشكلة، تعالوا لكم. 55 60 بعد ونص. شوفي بابا، سلامة قلبك، سلامتك ان شاء الله. رعبتنا عليك بابا. ليش عم تصرخ بابا؟ هلا عم بصرخ؟ ما حسيت على حالي. شلون ما حسيت على حالك يا بابا؟ صرخت صريخ هيك طقوا ودنينا وعم تقول الحقوني. لك دخلت الحقوني يا عالم الحقوني. انا اول مره بتسويها بابا لتكون مريض،
فتوح جيب لي ميزان حرارة، جيب لي ميزان حرارة فتوح. ما بالي سخنان. لا 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 في شوية سخونة. دش 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 ربحي. سخنان سخنان مو؟ سخنان شوية أبي سخنان. شو قلت كمان؟ ها شو قلت؟ كنت عم تقول كنت عم تقول الحقونا. لا لا مو هيك. كنت عم تقول راح اخترق راح اخترق وصرت أتصرخ يا عالم وعملت هيك. بعدين قلت يا ناس بعدين عيطت لي لك يا صبحي جيت كرفتي لك يا ربحي فات بالباب لك يا فتحي لك يا فتحي لك يا الرجال من بين ايديه لك وعم يلعب لك لابطة لك ما بيزا الحرارة يا اخي لك ربحي ايه ابي ربحي ايه يا عيوني كان كلامي واضح بنومي واضح يا ابي واضح ان شاء الله المرض لقلبي ولا يجي لقلبك يا رب سلامتك يا بابا سلامتك شرح قلبك سيك امسحه بسميرته امسحه طيب سيك سيك معك حق بابا لازم امسحه بسميرته يمكن كان محطوط بغير مكان وين؟ اقرب الصيدلية ايوه سيك ويا شو؟ شو شو؟ شو قلت كمان؟ قلت كثير يا بابا يا قلت كثير انا واخواتي ارتعبنا فكرنا في حرامي دخل على البيت مو هيك يا ربوح؟ ايه ابي مبلا شو كنت مكوبس ابي؟ ما بعرف يمكن ارجيني ارجيني بابا ارجيني لشو؟ يا لطيف كل هاي حرارة زادت كتير حرارتك ما بعمل زيك حط الله يا ابتبو ابي بابا رح روح جيب لك سيتامولاية وكاسة مي ربحي لا تخلي ايمو من تمه للميزان اذا قاموا من تمه حط الله يا تحت باطو سلامتك يا ابي سلامتك بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سلامتك يا ابي سلامتك يا عيوني سلامتك يا لطيف لك شو وراسه سلامتك يا بابا مو من طيبك مرضان ايم 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 ما بسوالك هيك ايم 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 مزان ايم سيد بابا افتح لي يلا كاسة تار هاي حبة سيتامول هاي كاسة مي شو قديش الحرارة ربو 39 يا لطيف شو 39 هاي ترجيني قطعت له حيله لأبوه 39 ونص لازم نوم امسك مبطح تسطح بابا تسطح يلا فتحي امسك هي اتجهت يا امسك هي تسطح بابا تسطح تسطح حبيبي انت لازم ترتاح وهيك ريلاكس شوي وانا وربحي وفتحي كل واحد قاعد بغرفته مرتاحين ان شاء الله ما على قلبك الا العافيه يلا قوام قوم 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 طالع يلا قوم يلا امسك امسك سلامتك يا فتوح حاج تبكي ما في شيء ابوك اصبح على خير هي صارت الساعه 2:30 فتوح حبيبي هلا نحن بدنا نفوت لجوا اذا بدك تضحك مره ثانيه بدي اخلع الرقبه تبعها شو بدك تقلع الرقبة تبعي خد نفق ارخي كمان خد نفق بساطك متزكي شو هي بدك تقلع الرقبة تبعي وطي صوتك هات لك موسي واحد اثنين ثلاثة يلا بابا انت شو صار لك ليش عم تعيط انا عاد بتصرف بالمقلوب شو قلت شو قلت بابا رديت حكيت نفس الحكي القديم دخلكم الحقوني يا لطيف ارجيني شوي يا لطيف رجعت طلعت حرارته لك شوف شوف وشو صار مثل الشوندر زادت حراره كثير بابا يعني ما في مجال بنوب يعني لازم نتاكد الله يخليك ارتاح انت شوي اهدى شو لازم نعمل يا شباب اخي انا من الاول قلت لازم نجيب دكتور اخي لازم نجيب دكتور او ناخذه على المستشفى لا 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 منيح كل شيء للمستشفى انا كرهت المستشفيات من يوم المرحومه امكم امنا الله يرضى عليك يا ماما
في مجال لازم نجيب لك دكتور ربوه ونجيب دكتور الله يخليه رح يروح الزلمه انا رايح عمي كيس ثلج مشان يحطه على راسه انت شوف له الحراره تعمل لي مشاكل بابا هي عم نظف لك اياه مشان ما تقلي وين كان افتح تما سكر خذ نفس ارخي شلون والله ما عم بفهم عليه افتح تما بصبعي دلعمتك وجوزه كل شيء لاختك ها يعني قصدي ما في داعي نرعبهم بهالليل أيوة. افتح تما شو فتحي دخل على رقبتي قصده بخلع رقبته اذا بتجي عمتي لانه انا وفتحي وربحي هون بخدامتك يعني اطمن انت يا لطيف ما في مجال بابا ارجيني شو اخ يا راسي يا الله مو معقول الحراره فوق الاربعين ما بصير لازم لك حكيم ضروري حطه سيب 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 شو بدنا نعمل هلا؟ ما في خواص لازم نجيب له حكيم نطمن عليه، إيه رح يروح الرجال من بين ايدينا عم يلعب لعبطة شو رأيكم نقعد مي باردة بالبانيو؟ شو بدنا نقعد مي باردة؟ بدشتش أبوك فتوح حبيبي دير بالك على أبوك شو؟ اخلع الرقبة شيتي برافو عليك، بس ينفس صمامه لأبوك بتندهلنا، كن ربحي يلا عيط للدكتور وين بدي اجيب له دكتور هلا؟ حتى لو لقينا له دكتور راح يجي ويكشف عليه ويعرف انه ما في شيء. ايه فكرتك يا فضحان تضرب انت واللي دخلك صناعه ايه؟ شرف حلا لنشوف. كان لازم نحسبها من الاول. طيب شو رايك نجيب له دكتور من الدليل؟ بنفهمه القصه بركة بيوافقنا على الخطه. لك روحك يا شو تنبل انت؟ ترين يعني؟ ما بقى غير نجيب له دكتور هيك وهيك بس من فين يا ريتني اعرف شي حدا من اللي مثلوا ادوار الدكاتره بالتلفزيون يلا ليش فكرك ابوك ما حيكشفه مو دارك مسلسل يروح منه شو الحل كان حبيبي بدنا دكتور ومو دكتور يعني بدنا واحد يعرف يضرب ابره اذا لزم الامر عم تفهم علي يعني ممرض بيمشي الحال هيك شيء خرب بيتك شو ترين لك انا عندي دكتور تتذكره بس عمر فيه اللي كان معي بالبكالوريا اول سنه قبل ما تتوفى امك الله يرحمها من زمان ايه شوفو لك شو شوفو ابوك ما بيعرفه صح صح بعمره ما اجى لعنا برافو عليك هذا الولد دخل طب يعني اذا ماني غلطان هلا لازم يكون سنه تانية هو جدي كبير يعني قد الحيوان بيمشي حاله ما تحكي معه شو ناطر شريف يلا بس انا عندي مشكله انه نسيان رقمه ما قال لي كنت حافظه لانه ايوه كان في ستات خير الله الرقم سمعني غلطة بعد هذا ألو مساء الخير أهلي الحمد لله نعم إيش عم طيّت قلت لي مرحبا عمل لك أهلي شو صار يعني لك عمي الله يخليك نحن متكربين خير الله يخليك كتير 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 تعبانين ومتكربين نحن بابا تعبان يعني رح يروح من بين إيدينا ممكن نحكي مع الدكتور بس هذا انت اقطع الضرب ما اغلظك خذ نفس ارخي نفس ايش خد نفس كمان
ارخي نفس. خذ نفس. ارخي نفس. يا لطيف. خير دكتور؟ لا تما. شو في؟ شو في؟ شو عم نلعب نحن؟ يا لطيف يا لطيف. طمنا دكتور. طمنوا. هو صحيح ضغط الدم مرتفع شوي ودقات القلب كمان مرتفع شوي، يعني عشوية حمية بيمشي حالك، وحاكتب لك عشوية أدوية وبفهم الشباب كيف يعطوك إياها. ها قال لي دكتور شو مرضي؟ لا تخاف، ها قلبي قوي. ها ما فيك شي، شد حالك وهم ترتاح لك اليومين الثلاثة، وما تاكل شي تقيل وتاخد الحبوب بانتظام. ها بس فهمني شو مرضي؟ لك شبك خلطي كأنك أكل لك شي أكلة دسمة. ها نابلسي يا دكتور، جابون أبو حمدي وعزب حاله وما داقة، صحنين شباعيات هيك كل صحن زلط ونزلط. يا لطاطان يا لطاطان شيتك أنت. إذا أكلات مو لعنك، معدتك مو لعنك، يلي بأمرك يا رجال بخفف هالأكلات الدسمة. ها هلا ما بدك تعطيني شيء دكتور؟ ادوية وحمية، واذا حاسس حالك رح تنفخها بقدحك ابري. ايه قدحني دكتور، تعبان كثير. انا تعبان. اقليب على سيفك نحن. يا الله اقليب. يسرع حيباتك يا دكتور. بابا عفوا، بعد اذنك ممكن اخذ الحكيم احكي انا وياك منتين برا على انفراد؟ ومشرف حكيم طالع برا. شرف شرف، بعرف عنك شو صار لك يا حبيب بيت قلبك. انت بتعرف تضرب ابري؟ شباب بعرف اضرب ابري، لكن ما بعرف اضرب ابري. شو بدها الشغله؟ شويه نظر ابدا، الا الزبون ارخي بيرخي بتعين بتقدحه وياها خلص. شو حاطط له الابري؟ شو حاطط له يعني؟ مقوي، شويه مقوي، بما انه ابوك قوم كثير فبينام عليها. ايوه شو بدي اقول لك؟ صحيح ضغط دمه عالي وقلبه عم يخفي. لا شلون ضغط دمه عالي؟ ما انت فهمتني انه بدنا نوهم ابوك انا رفعته درجتين؟ ايه ايوه. بس ما بيمنع تعملوا لحميه لابوك حرام. ماشي. وما بيمنع تعطوه الفيتامينات. لك حيو لك ان شاء الله، بركه ما بعطيته اياه، يخرب بيت انا على بك شفنا. روح روح قبل ما يشرب فينا. شو قلت له للدكتور؟ وشو قال لك؟ فيني شي مخبين عني؟ لا لا، إذا في شي احكوها. لا لا ما في شي. لا ما في شي. هو سألني إذا أنت بدك مستشفى ولا ما بدك؟ قلت له لا ما بدك. اقلب لي على سيفك لشو؟ يلا. يعطيك العافية حكيم، عزبناك. شو تصدقك ونص؟ وانا حسيت هيك بتعرف. انا صحح لي مسي، حبطت الشغله هي، ما عجبني شغله الدكتور. شوف خراني احسن مني انا. لا فجأة شو احسن منا اخي، جرب حظك. بس شو بدي اقول لك؟ ابو البسمة لا تاخذني بالكلمه، يعني على كفالتك الابره والدواء. بدك تعني سنه طب، انا استنى على ابوك يومين ثلاثه وشوفه، لانه قطع الحيطان ما يحط. سمعان؟ وصفت له حبه سره كمان. الله يعطيك العافيه فوق تعبك. ايه شرف، روح الله معك، يعطيك العافيه. هلا بدك الله معك. باي باي. لا هذا بكبسوه مشغول. ايه الزرقاء بيطلع. تمشي طلع بدك. باي مع السلامة. شو راح؟ شو قال لك؟ سمعتكن عم تتوشوشوا على باب صقع صبحي، ورحمة امك تقليها. خلاص لا تخبي علي. رح اقول لك ما بطمن بالك. قال لي انه مشان تطمن. ايوه. هاي شغلة عارضة. شغلة يومين ثلاثة اربعة بالكثير بتقعد بالبيت، يعني ما في روح على الشغل تقعد تعذب لنا حالك. بعدين هو شو قال لي الحكيم؟ قال لي بترجع احسن من الاول، يعني بترجع صاغ سليم خالي العلام. والادوية ما كتب لك عليه هون؟ ايه بلا بيكون هون. هاي الادوية بس هلا انا بنزل بجيب لك اياهم، بس بدنا ننتظر لنا شوي لبين ما يكونوا فتحوا الصيدلية. تعرف يا صبحي هالابرة ريحتني كتير، وبعدين هاد الدكتور هاد شو ايده مريحة بضرب الابر. لك
بحسيت عليها. لكم انتوا يا اولاد قوموا قوموا ناموا، انا هلا صرت احسن بكتير. قوموا قوموا. ايه صبحي خذ فتحي وروحوا ناموا، انا ببقى هون جنب البابا على هذا التخت بنام، بركة رح تاسي بالليل. صبحي ما تنسى تدق لشريكي بالشغل وتقول له انا مالي جاي، بس هيك رح اخلف موادي مع جوز اختي ابو حمدي. وينك؟ دق لهم وقول له لجوز اختي واختي خليه يجوا لهون. لسا اختك واختك وجوز اختك؟ طيب مرضك انت يا بابا، الله يخلينا اياك. نحن ما تخرب بيتك من حالك هلا ويعصك ولا فتوح. اسمعني بشيل ايدي عن تمك، اذا بتوعدني ما بتحكي الا بصوت واطي. هاي بوسه. شو محرم عليك؟ ما شفته كيف كان مرعوب؟ يا حبيبي يا فتحي خلينا نقعد خلينا نقعد. شرف فتوح حبيبي. يعني طب نحن مو ابونا هو؟ يعني ما بتهمنا مصلحته مثل ما بتهمك مصلحته؟ اه اسمع، اذا نزل بكره على المحل رح يجي لعنده عمك ابو حمدي، وعمك ابو حمدي رح يحكي معه بالموضوع القديم، وابوك بتعرفه دغري بيقتنع. هلا اذا اقتنع ابوك يعني بده يتزوج، واذا تزوج ابوك رح بيجيب لك خاله مرت اب، وهيك خاله مرت اب رح بتعذبنا كثير. وتحديدا انت يا فتحي بتعرف ليش؟ لانك اصغرنا، رح تتمقطع فيك مقطعه يا فتحي. ايه بدها تعوفك حياتك. بعدين فتوح بيهون عليك تجي مره ثانيه على هالبيت بدل امك الله يرحمها. لا ما بيهون علي. يا عيني عليك يا فتحي، بقى اوعك تحكي شي لابوك او يخطر لك تفسد له شو عملنا فيه. بعرفك لاني روح قلبك لفسيده او دخيلك يعني شو عملنا له. ايوه لا فهمت، انت خايف من الابره وحبه الدواء. حبيبي هي كلياتها مقويات يعني ما فيها ضرر. يعني شو عليه اذا قعد له يومين ثلاثه بالبيت بيرتاح؟ ما يا فتوح سمعني لشوف، وعدني انك ما حتحكي له شيء. خلص ما احكي له. ما سمعت منيح. ما احكي له. يسلم لي هالوش، خد نفس ارخي هلا اسرع، خد نفس ارخي. هات لك بوسي. يسلم لي اللي خلق. يلا نام حبيبي نام نام. هوا يلا خطى منيح. ايه اصبح على خير. تعال هون، وين رايح؟ خاف نام لحالي. ايه حنام جنبه، بس بدي اياك توعدني ما تحكي اللي صار معنا لاي شخص كان، فهمت؟ تصبح على خير. الو الو مين؟ اهلا اهلا عمي ابو حمدي. قال لي مساي. ايه بابا هو. لا ما حي حسين ينزل على الشغل. شلون دهني؟ ايه لا لا ليك ما حي حسين ينزل لانه ضعفان شوي. امبارح بالليل هيك بعد ما رحت ضعف شوي. ايه لا لا دخيلك، لا 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 ما في داعي تعذب حالك، نحن متكفلين بكل شيء الله يخلينا اياك. اذا اعتزنا منك اي شغله نحن بنحكي معك. يلا مع السلامه. يلا معك لطيف. شو موجع يا لطيف. الو الو اهلين اهلين عمتي. اهلين وسهلين. شلون؟ الحمد لله الله يخليك. لا 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 تمام تمام، ما في شيء ما في شيء. لا لا ما في شيء. ايه جبنا له دكتور. نعم اصله ضغطه كثير كثير ممتاز، وضربات قلبه عم قلق مثل اللي رشيب ياخذ عين. ايه شلون؟ لا 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 وحياتك ما شربنا بابوني ولا زهوره. عن جد عم بحكي معك، شو في مزمن بيني؟ ايه لا ما تاكلي همه كثير كثير ممتاز. شلون؟ شلون؟ لا لا الو لا تجي لعنا؟ لا تجي. الو اخواني يا الله شو هالصباحات؟ لك شو بدك تيجي تعملي عنا؟
يا حبيبي في مصيبة. أنا فرجيت ما بدك دو. صباحي لك في مصيبه شايله عنا على البيت. عمتك جايه. ايه تجي شو فيها؟ لك شلون شو فيها؟ والفيلم تبع ابوك والكذبه كلياتها والفبريكه شو بدنا نسوي فيها؟ قولي صحي شو بدنا نعمل؟ شو عرفني؟ زين لا لك شو صار؟ عوام عوام يا بابا لسه من كم ساعه ما بدكم ياني اتحرك ولا اروح على الشغل. لك شو بكون عم تكبسوني مثل مجانين؟ لك يا لطيف شو تأخرت؟ صارت الساعة 10:30. شريكك صار حاكي شي 3-4 150 مرة صار حاكي شريكك. عم حاكيك أصلي قال إذا ما بتنزل على المحل رح تصير مصيبة. وقال الدكتور لازم مرتاح. يلا أبي يلا. هو قال كمان إنه لازم تتحرك. نعم. وتنشط لي حالك. نعم. مو هيك صبوح؟ بلا بلا يا لطيف شو حلوة هالجرافة يا بابا. بابا امبارح الدكتور على الدرج قال لي لازم تطلع تشم هوا. عرفت شلون؟ هو هون قال لك لازم تقعد ترتاح مشان ما تنط وتفعي. افعي ولك انت منين بتجيب هالالفاظ هاي؟ يلا بابا يلا الله يخليك. عمو ابو حمدي عم بيستناك بشغل. طيب اتصلوا معه خليه يجي لهون. انا حاسس حالي تعبان. روح 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 انت روح انت روح انت. بابا لا شو تعبان انت؟ تحسنت كثير خيرات الله. ها بدي شوي ما في حرارة منو. ها لك راح تخنقني. لك انا بس بدي افهم امبارح ما تركوني اقعد مع جوز اختي واليوم بدكم ياني اروح لعنده. تاخرت بابا تاخرت. قلنا له لعم ابو حمدي انك جاي على الطريق. لا تفرقي بابا. تاكسي تاكسي بتاخذ تاكسي مشان ما تاخر عليه. ماشي هات فردي هات فردي هات فردي. يا الله ما احلاك يا بابا. ايش وقت يا هي؟ شو كمان رجلك على المرضى؟ هاي السكجه هاي السكجه مثلك. حصه شوي شوي فاتت يا فاتت فاتت. ما بتعرف تلبسه بوطه. خذ نفس بابا خذ نفس. انت بعرف ما عملتها. اجرب يا رب اجر لك. لانه مش بدي متعلم هالحكي هاد انت. بعدين انت ليش ما رحت على مدرسه؟ ما فينا ابي بس هلا رايحين. لك لحظه بغسل وشي وصلح شعراتي. لك ليكون فتحي ما راح على المدرسه مثلكم. اليوم عنده مذاكره. راح بابا راح. يا حبيبي يا دكتور لك يا اخي خف شوي الله يخليك. هذا اخي يا ما بنلحقه يا بنلحقه. تعال تعال يا تعال هون هات ايدك قولي هلا امشي رح تطلع روح دفنكم. تعال دفنكم انقطع نفسي قولي هلا الاسانسير يومي بيشتغلوا 10 بيتعطل يا اخي. عمتي يا اخي وين رايح؟ علي بينا انك مريض. قولي على انتي. I'm
وعش ولا بكيت واللي تزوق زوق 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 فترت غلبي على غدرة وقيت واشي وعش ولا بكيت واللي تزوق زوق 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 فترت غلبي يا ويلي 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 يا ويل مل عيلي مل عيلي مل عيلي يا ويل ملعيني ملعيني